مشاركة رسمية وفصائلية ونسوية في الوقفة الإسنادية للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في محافظة نابلس، مطالبين المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات مستمرة من قبل إدارات المعتقلات بحقهم. قضية الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني، وهي ثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية، وهي جزء أصيل من نضال الشعب الفلسطيني ضد هذا الاحتلال الغاشم. واليوم جئنا لنرسل رسالة تضامن لأسران الأبطال، 30 أسيرا صلبا عنيدا من المعتقلين إداريا أضربوا أول أمس ليعلنوا صرختهم لهذا العالم الصامت الذي لا يتطلع إلى عذابات شعبنا ولا ينظر إلى هذا الإجرام الصهيوني. وكانت القوى والفصائل الوطنية والنسوية قد عبرت عن قلقها إزاء ما يتعرض له الأسرى من إجراءات تعسفية تستهدف النيل من إرادتهم، التي باتت تشكل عنوانا للصمود في وجه إدارات سجون الاحتلال. لابد لنا من وقفة إسناد ودعم لهؤلاء الأسرى الأبطال الذين يقفون في الصف الأول دفاع عن شعبنا الفلسطيني، وخاصة أن الاعتقالات الإدارية الذي يمارسها هذا الاحتلال دون محاكمة هي تتنافى مع كل المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. هذا أقل شيء إحنا بنقدمه كفصائل وكمواطنين إلى أسرانا المضربين عن الطعام والمرضى منهم، ويجب أن يكون في هناك فعاليات ونشاطات إلى الأسرى. وخلال الجمعة القادمة كل فعالياتنا ضد الاستيطان سواء في بيت دجن أو في بيتا أو في برقة أو في اللبن أو في كريوت ستعلن تضامنا مع أسرانا المضربين عن الطعام. المشاركون هنا أكدوا على ضرورة تواصل مثل هذه الوقفات الداعمة والمؤازرة للأسرى في كافة المناطق لما تحمله من معان للأسرى، خصوصا في مثل هذه الأوقات الصعبة التي يمرون بها. رفض شعبي ورسمي لممارسات إدارات المعتقلات بحق أسرانا الذين يخوضون إضرابا على الطعام في مطالبات من أجل نيل حقوقهم. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.